قال وزير التجارة والصناعة طارق قبيل إن مصر تمتلك قاعدة صناعية مؤهلة لجذب شركات السيارات العالمية، مشيرا إلى اهتمام الدولة بتطوير صناعة السيارات بما يعكس الأهمية العالمية لقطاع صناعة السيارات كأحد القطاعات الداعمة لمنظومة النمو الاقتصادي. وأضاف الوزير أن صناعة السيارات في مصر تعمل بها 170 شركة، منها 19 شركة تقوم بتصنيع وتجميع السيارات بأنواعها وتشمل سيارات الركوب والحافلات بمختلف أحجامها وسيارات النقل، بالإضافة لأكثر من 150 شركة أخرى تعمل في مجال تصنيع عدد من مكونات السيارات، حيث تقوم هذه الشركات بالتوريد لشركات تجميع السيارات والتصدير للخارج. تصريحات قابيل جاءت خلال مشاركته في فعاليات مد الشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة فيات كرايسلر العالمية للسيارات لمدة 10 سنوات تنتهي في 2027. نحاول بنشتغل على تعميق الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات خاصة في صناعة السيارات. ليه صناعة السيارات؟ لأنه أولا كثيفة الاستعمال للعمالة، زائد مجالات جذبها خاصة للصناعات المغذية عالية جدا. عشان كده احنا يمكن حاطين استراتيجية واضحة وشغالين عليها، يمكن في من حوالي 10 أيام طلعنا قرار هدفه هو زيادة تعميق التصنيع المحلي بالتدريج 1% كل سنة، وده واحد من القرارات الهامة جدا. احنا كان هدفنا ان مراحل نعرف نسبة التصنيع الحقيقية قد ايه، ومن هنا نبتدي نزود عليها 1% كل سنة. 1% ده رقم كبير من نسبة ثمن السيارة. ايضا بنشتغل على بعض الحوافز لجذب التصنيع وليس التجميع في صناعة السيارات، بالإضافة إلى الصناعات المغذية ليها.